دمشق في القلب الفيروزي وفيروز في القلب الدمشقي. إنها رحلة يمكن أن نقول عنها فيروز ودمشق رحلة حب لا نهاية لها. بهذه الكلمات افتتح الباحث والمؤرخ غسان شاهين محاضرته التي حملت عنوان فيروز ودمشق حكاية حب لا نهاية لها في قاعة المحاضرات في المركز الثقافي العربي بمنطقة أبو رمانة. وهكذا كانت دمشق الحلم الذي يجب أن يذهب بالرحابنة، بل يجب أن يذهب الرحابنة به برفقة فيروز إلى النجوم، فدرب النجوم لا يمر إلا من دمشق. هنا الترابات من طيب ومن طرب، وأين في غير شام يطرب الحجر؟ نحن نسلط الضوء على العلاقة التاريخية التي قامت بين فيروز وبين سوريا عموما وبين مدينة دمشق خصوصا من خلال القصائد والألحان الرائعة التي أعدها الأخوين رحباني، وبنفس الوقت الكلمة الجميلة التي مرت قد تكون ملايين المرات على آذاننا إلا أننا لم نسمعها لأن اللحن أخذنا. نحن هذا المساء نسلط الضوء على الكلمة ونسلط الضوء على فعل هذه الكلمة في قلب الدمشقيين. المحاضرة التي استعرضت أبرز المحطات الغنائية التي جمعت السيدة فيروز مع سوريا تأتي ضمن أنشطة جمعية أصدقاء دمشق. من أهدافنا التعريف على كل شيء، كل حدا، كل شخصية كانت محبة لسوريا ولدمشق، ففيروز من اللي عم عايشين تاريخ سوريا ومحبة كبيرة لمدينة دمشق، فأغانيها مثل ما سمعنا الآن بتحكي عن دمشق، بتحكي والمعلومة جميلة جدا. محبة الملحنين لدمشق خلاهم يلحنوا أغاني فيها شجن، فيها طرب، فيها عظمة. فيروز طبعا تأثر جدا بكل نواحي الأغنية، تأثرت يعني لم يقتصر غنائها على فقط القصيدة. 8:30 طلعت من بيتي، فتحت الراديو بالسيارة، قامت طلعت فيروز عم بتغني مر بي يا واعدا وعدا مثلما النسمة من بردا تحمل العمر تبدده آه ما أطيبه بددا رب أرض من شذا وندا وجراحات بقلبي عدا سكتت يوما فهل سكتت؟ أجمل التاريخ كان غدا لمعت فكرة. أجمل التاريخ هو ليس التاريخ الذي عشناه. وصلت للاستوديو الإخباري السوري، رحت لعند الأستاذ رامي قلت له رجاء الغيلي المحاور وقلن لها الصبايا يلغوا المحاور ويسألوني كذا كذا كذا، وأنا رحت بهي القصيدة وكأنني كنت أتمثل أن مستقبل دمشق ومستقبل سوريا هو المستقبل الذي لم نعشه بعد، والتاريخ هو التاريخ الذي ما عاشه أجيالنا بعد، التاريخ هو الذي نحن سنصنعه. هنا في هذا المكان حيث يلتقي السوريون ليؤكدوا وفاءهم ومحبتهم للصوت الفيروزي الذي جسد الشام بأجمل المقطوعات الفنية الخالدة. مثلما النسمة من بردا